رمز الصقر. والله في رمز الآثار المصرية، رمز جميل جدا. أنا بحب رمز الكورة، أيوه، لأن أنا رياضية أصلا في الأساس وأهلاوية كمان متعصبة، فعشان كده بحب رمز الكورة يعني. ما أنا بقول لحضرتك أنا بحب الصقر عشان بيرمز للأعمال العظيمة اللي بيعملها جهاز المخابرات المصري. الرموز دي حضرتك بياخدوها هناك بالوسائط، هناك في كل واحد كان زمان الجمل والهلال وبتاع وبيجروا عليه الأول الحزب الوطني، دلوقتي معايا دي خلاص انتهت. في رموز كتير لابها تتنبه، طبعا في حصان وفي اسد وفي نسر وحاجات كتير قوي. انا شفت ليا صديق عن دايره الجيزه رمز الصقر وان شاء الله هينجح، وهو راجل بيقوم بخدمات كويسه، ورمز الصقر ده بقول لحضرتك اللي انا بحبه شخصيا عشان بيرمز للمخابرات المصريه. بس رمز الآثار المصرية ده، الآثار المصرية جميلة، آثار بلدنا جميلة جدا يعني، واحد يعتز بيها مصريته، آثار جميلة بتاعت بلدنا، إن كان مثلا الأهرامات الثلاثة أو الهول أو السد العالي أو كده، الحاجات الحلوة بتاعت بلدنا دي. لا 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 لا، مفيش الكلام ده. اللجنة المشرفة على الانتخابات اللجنة نزيهة، وبيشرفوا عليها قضاها عظام، ومفيش حاجة من الكلام اللي هو واحد خد رمزي بفلوس ولا أي حاجة، حسب كل واحد حسب ترتيب الرمز بتاعه. انا بفضل اللي هي الطيور اكتر يعني. بص لقيت واحده مثلا ومدينها رمز الكنكه، في ايه ده؟ ينفع رمز كنكه ولا رمز ساعه ولا رمز منبه؟ بس حاجات غريبه قوي. ما انا بقولك عشان الطيور بتبقى يعني عندها رؤيه اوضح من فوق انا بحب كده يعني الواحد لما بيحب يبص الامور لازم يبصله بنظره شامله يعني. ابن مرتضى منصور مدينه رمز الكوره، طب خدها ازاي؟ معلش يعني اشمعنى هو يعني اللي اديله رمز الكوره؟ حاجة صغيرة يعني. وفي أسماء تانية كتير قوي، واحد زي عبد الرحيم علي مدينه رمز الموبايل، اشمعنى؟ في حاجات كده، في حاجات كده وحاجات كده، ما تعرفيش، هي في حاجات مش مظبوطة.